بالتعاون البرلماني بين الكويت وأستراليا، التقى رئيس مجلس الأمم مرزوق الغانم اليوم مع وفد من اللجنة الأسترالية البرلمانية المشتركة والدائمة لشؤون الخارجية والدفاع والتجارة، وضم الوفد النواب تيريسيا جامبارو وأليكس جلاتشر وماريا فامغاكينو وشيرمان ستون. حضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع ونائب رئيس لجنة الصداقة الكويتية الأسترالية البرلمانية النائب أحمد لاري والسفير الأسترالي لدى دولة الكويت وارن هوك.